السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. اليوم سوف ندعو بدعاء، وهذا هو العنوان: دعاء البركة في العمر والصحة في الجسد. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تظرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.